حبايبي كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي ان شاء الله تنال رضا الجميع. زي ما انتو شايفين انا خالة لبان الذكر، وانا طلعت فيديو على قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل، واتمنى انكم تشوفوه. طلعت للمناطق الحساسة للبشرة، لشد المناطق الحساسة، شد مناطق الحساسة الحساسة، فهموني حبايبي، لشد الجسم بالكامل، لتغيير شو نقول التجاعيد، يعني يزيل التجاعيد، تغيير التجاعيد، درجات درجات درجة درجة، نغير التجاعيد من بشرتنا درجة درجة. ما راح يعطيكي درجة 100% بسرعة، شوي 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 شوي، يعني يوم ورا يوم راح تاخذين نتيجة. لبان الذكر مبيض طبيعي للبشرة، لبان الذكر يشد الترهلات من البشرة، بنفس الوقت حبايبي لبان الذكر يزيل جميع العيوب البشرة، يعني كم وين ما تكون عندك بالبشرة عندك عيوب يزيلها نهائيا من البشرة، بس مع الاستمرار. لبان الذكر مو زي ما بعض الخواتب يكتبولي انه هو يسمر، مستحيل لبان الذكر يسمر، لبان الذكر الكندر مستحيل، هذا حليب صافي، طلعوا حليب صافي، ولا ممكن لبان الذكر انه شلون نقول بيعمل زي ما حكت الاخت انه هو بيسمر. لبان الذكر مبيض طبيعي، يعني زي ما انتم شايفين هيو هو لبان الذكر، انا حطيت لكم اياه عشان تشوفوه. هذا لبان الذكر حليب صافي، كيف يبيض العفو يسمر، كيف يسمر؟ حليب صافي 100% يعتبر زين طبيعي 100%. اول اشي بدي اعرفكم عليه، المرارة اللي فيه بتزيل جميع السموم من الجسم، زين بتعالج هذه المرارة كثير من الامراض، مثل شلون نقول حبايبي المشاكل اللي عندك بالقرحة، مشاكل اللي عندك بالمعدة، مشاكل زيادة الوزن، مشاكل اللي عندك فيها شلون نقول دهون المتراكمة مع الشرب. زين بحالة في خوات قالوا لي شربناه شهرين وثلاثة وما جاب نتيجة، أنا أول ما شربته زيكم. زين حبايبي اللي ما بيجيب معاها نتيجة زين بالتركه وترجع تعيده، التركه اسبوعين ثلاثة شهر وترجع تعيده. زين بالنسبة حبايبي شلون نقول للبشرة، فظيع جدا للبشرة اللي ما باعوا، كيف نقول لكم شلون يعني شلون بقول لكم، نوبات تستعملون شامبو شعركم زين يخلي الشعر عندك هيك ماسك كله ماسك مع بعض عكش هيك بيتغير، شلون نقول ما في لمعه بيتساقط كثير عندك. انا هاي الحاله تصير عندي اذا غيرت نوع الشامبو اللي مواد اللي فيها زين، فبتصير عندي هيك شيء. فنفس الشيء اذا ما باعوا زيت لبان الذكر ما نفعك، ما قاعده انت شلون نقول بيعمل لك مشاكل، ابعدي عن الزيت، استعمل المي. حليب لبان الذكر انا اسميه، هذا الحليب تبعت لبان الذكر طبيعي 100% للبشره، يعطي للبشره اشراقه ونضاره وتبييض، ويزيل الحفر، ويزيل بقع الحبوب، ويزيل الكلف. انتم الخوات اللي تعانون كثير من الكلف من بشرتكم، في اخت تقول لي والله يا ام يوسف تعبت، تعبت من الوصفات وما قاعده تجيب معايا نتيجه. زين اشربي لبان الذكر، اشربي لبان الذكر زين المدة 10 ايام وشوفي لبان الذكر خليه يطلع السموم اللي بجسمك. نوبات الانسان بيكون عنده التهابات بالكبد، بتكون عنده مشاكل بالمعدة، هاي كلها تأثر، مشاكل المعدة تأثر وين؟ والقرحة والهيك على الجلد، جفاف بالجلد يصير، كثير عندك مشاكل، اشربي مي كثير. لبان الذكر فظيع جدا حبايبي، هاي المرارة اللي حكيت لكم عنها تفيد للجسم، وبنفس الوقت المرارة والصمغ اللي يلزق على الوجه، اللي كثير خوات بيقولوا لي صمغ بيلزق على وجهنا بيأثر على وجهنا، الصمغ اللي يلزق على وجهك هذا كولاجين طبيعي من الطبيعة، من الطبيعة طبيعي، استعمليه عندك انت بالمطبخ، ليش انت قاعدة تستعملين شغلات برا مطبخك؟
هاي شغلات طبيعية، طبيعية 100%، نتيجتها 100%، وأنا عن تجربة. طيب هسه حبايبي، شو هي الوصفة تبعتنا؟ الوصفة تبعتنا حبايبي، أنا استعملت الشوفان. أنتوا أي نوع شوفان ما لكم دخل بالعلبة، أنا مو عشان أسوي أي دعاية لأي إشي. راح تاخذين حبايبي نقول ملعقتين من تبعت أكل من الشوفان، أو ملعقة زي ما أنت حابة تسوين. طلعوا، أنا راح أخذ ملعقة، ملعقة ونص من الشوفان. هاي الملعقة ونص من الشوفان ايش دا حنخلي عليها؟ نخلي عليها حبايبي نصف كاسة مي الهون، نصف الكاسة. شو نصف الكاسة؟ نخليها مي عادي، ونصف الكاسة نحط من لبان الذكر، او كل لبان الذكر زي ما انت حابة، بس انا بفضل نص بنص، حطوا نص بنص زين عشان نستفاد كمان من شلون نقول من الماء لبان الشوفان زين، لان الشوفان هو الحالة حليب حليب. وانا طلعت قبل كم يوم الفيديو هذا، اتمنى انه تشوفوه وينال رضا الجميع. فظيع جدا، طلعت لكم وصفه من ماء الشوفان، حليب الشوفان كتير حلو. شو راح تسوين؟ راح تصفي هيك، هاي صفينا زي ما انتو شايفين. طيب هذا المتبقي راح ارجعه هون. زين شو راح نسوي حبايبي؟ هون انا زي ما قلت لكم حطيت نصف الكاسة مي ونصف الكاسة من لبان الذكر. زين اخلطت كله مع بعض. زين بعديها شو راح اسوي؟ اخذه احطه هيك بقلبي. طيب احاول انزله كله عشان ما بي. زين احطه بقلبي زين، واقعد امسح فيه بشرتي كل وقت، امسح فيه البشره. تقدرين تمسحين البشره تبعتك فيه مرتين وثلاثه واربعه، راح يعطيكي نتيجه كتير حلوه للبشره مره على مره. طيب خلال يعني شو نقول اسبوعين كرريها، من ما في شيء شو اسمه، كرريها يعني مرتين وثلاثه واربعه وخمس، بس ظلي كرريها على بشرتك. تقدرين من اقول كرريها يعني عيدي اسبوع واسبوعين وثلاثه واربعه عادي على البشره تبعتك. تقدرين وهو هيك تضيفين معاه حبيبتي زيت شو نقول فيتامين اي، زيت فيتامين اي كتير حلو على فكرة، فيتامين اي للجسم. يا ريت فيتامين اي تجيبوه من الصيدلية، عشان كمان شو نقول انا ما بشتري من العطار واشربه، لا اخاف الصراحة، ما شغلات هيك احب من الصيدلية. طيب من الصيدلية وشو بتسوين؟ تشربي لك ولو بالاسبوع حبة وحدة، ما بتحتاجي بالاسبوع حبة وحدة، كتير حلوة هي. طبعا شوفوا هنا طلعوا كيف يعني الشرب تبعتها للنساء والرجال، خاصة بعد الاربعينات كتير حلو للجسم، بعد الاربعينات كثير حلو للجسم، بيعطي للجسم طاقة فيتامين اي، بيمدك بالكولاجين الطبيعي كمان نفس الوقت، مو بس نخليه على بشرتنا كمان جسمنا بيحتاجه. طيب رح نخلي معاه زي ما قلت لكم فيتامين اي، وفيتامين اي كثير حلو على البشرة. قديش رح نخليه؟ نخليه اللي حابة طبعا، واللي موجود عنده واللي ما موجود مو ضروري حبايبي، مو ضروري. انا راح احط معاه فيتامين اي كبسولتين من فيتامين اي، كبسولتين من فيتامين اي راح نخليها زين. وهذا حبايبي الوصفه فظيعه فظيعه فظيعه، صدقوني جدا للبشره، فظيعه جدا للبشره. هاي الوصفه فتغنيكي عن كتير كريمات، كتير ماسكات، صدقوني هذه لو يبيعوها بيع بيع، يعني هاي وصفتي لو تنباع بيع، صدقوني تنباع 30 40 دينار. زين هسه دا اشوف الماسكات اللي حطيها على الاعلانات، وهي كلها من مواد طبيعيه، بس مواد حافظه معاها، انت استعمليها وقت بوقتها سويها، ما راح تجيب لك ذيك النتيجه مثل ما كاتبين. كل شيء مع تجيب 100% تجيب،
يعني ما بقول ما بتجيب، بتجيب ومية بالمية زين، بس الوقت التاخذيه بالكريم اللي تشتريه نفس الوقت اللي راح تاخذين من عنده هذا. يعني الكريم العادي كاتبي لك 14 يوم، انا هم اقول لك 14 يوم راح تاخذين نتيجة حلوة، راح تبين نتيجة واضحة على بشرتك. تستعمليه زي ما قلت لك تقدرين مرتين وثلاثة واربعة، ما راح يأثر نهائيا على بشرتك. هاي الوصفة اليوم تبعتي حبايبي، وتقدرين تغسلي بعد ساعة وبعد ساعتين، وتقدرين تحطي وتنامي. هاي اليوم وصفتي حبايبي، اتمنى انها تنال رضاتكم، واللي اتمناه من عندكم انكم تزوروا قناتي مملكة الفنون والتجميل ومملكة الفنون اليدوية وتنشروها. حبايبي اللي اتمناه من الخوات كل اللي معي على مملكة الفنون والتجميل انكم تشاركوني على مملكة الفنون واليدوية، واستنوني هذا الأسبوع وأنا بألمانيا رح نزل لكم شغلات كمان كتير حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.